السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدرس الثالث في كتاب الفيزياء صف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول المنهج العماني، وهو بعنوان قوانين كيرتشوف. هذا الدرس بدأ بتمهيد، وهو تذكير الطلاب بما درسوه عن طرق توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي. هنا سوف نستعرض في هذا المقطع خصائص طريقة توصيل المقاومات على التوالي. لدينا هنا مقاومتين R1 و R2 موصلتان على التوالي كما تشاهدون. طبعا المقاومة الأولى مقدارها 5 أوم، المقاومة الثانية مقدارها 7 أوم. نجد أن المقاومة الكلية هنا الـ R equals هو 12 أوم. نغير من مقدار المقاومة الأولى 6 أو 7 مثلا، نغير المقاومة الثانية 4، فنجد أن المقاومة الكلية أصبحت هنا 11 أوم، مما يعني أو نستنتج بأن المقاومة الكلية هي عبارة عن R1 زائد R2. هذا بالنسبة لطريقة التوصيل على التوالي. الخاصية رقم 2، نجد أن I1 هنا مقدار شدة تيار المار عبر المقاومة الأولى هو 0.18 أمبير، وكذلك شدة التيار المار عبر المقاومة الثانية 0.18 أمبير، أي أن التيار الذي سيمر عبر المقاومة الأولى هو نفس التيار الذي سيمر عبر المقاومة الثانية. نلاحظ، نقوم بتغيير المقاومات، نجد أن المقاومة هنا مثلا مقدارها المقاومة الكلية هنا طبعا هنا 8 أوم وهنا 7 أوم، أي المقاومة الكلية 15 أوم. نجد أن التيار طبعا تغير إلى 0.13 أمبير، ولكنه ثابت، يعني I1 التيار المار عبر المقاومة الأولى 0.13 أمبير، والتيار المار عبر المقاومة الثانية 0.13 أمبير. إذن التيار هنا ثابت بالنسبة للمقاومة الأولى والمقاومة الثانية، أي أن التيار الذي يدخل عبر المقاومة R1 هو نفس التيار الذي يخرج من المقاومة R2. الخاصية رقم 3 هو بالنسبة لفرق الجهد عبر المقاومة الأولى وفرق الجهد عبر المقاومة الثانية. نجد أن فرق الجهد هنا يتوزع طبعا، فنجد أن V1 1.07 فولت و V2 0.93 فولت، المجموع طبعا راح يعطيني 2 فولت. خلونا هنا طبعا نثبت المقاومات ونغير فرق الجهد، مثلا فرق الجهد 4 فولت، فنجد طبعا التيار هنا مقداره ثابت بالنسبة لـ I1 I2 كما تشاهدون، ولكن فرق الجهد عبر المقاومة الأولى طبعا تغير ليصبح 2.13 فولت، والـ V2 أصبح 1.87 بالنسبة للمقاومة الثانية. المجموع 2.13 و 1.87، مجموع فرق الجهد المقاومة الأولى وفرق الجهد المقاومة الثانية سيساوي 4 فولت. إذا الاستنتاج هنا بأن التيار بالنسبة لطرق توصيل المقاومات على التوالي، التيار هنا لا يتوزع، التيار المار عبر المقاومة الأولى هو نفس التيار الذي يمر عبر المقاومة الثانية، فرق الجهد هنا طبعا سيتوزع على المقاومتين ليصبح فرق الجهد الكلي هو عبارة عن V1 زائد V2. بالنسبة للمقاومة الكلية، المقاومة الكلية طبعا يمكن استخراجها بطرق توصيل المقاومات على التوالي عن طريق جمع المقدار R1 مع مقدار R2.